هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب محافظات الجمهورية. معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. حار على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد. خلينا نتعرف على تفاصيل الجو النهاردة وبصحبتنا الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أهلاً بحضرتك دكتور محمود. أهلاً بحضرتك أستاذ مصطفى وصباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني خلينا ناخد تفاصيل الجو النهارده باكثر من اقليم من محافظات الجمهوريه، السواحل الشماليه، يعني جنوب سيناء وجنوب البلاد، يعني اقليم القاهره الكبرى، كيف تصف الحاله بشكل عام؟ طبعا احنا بنشهد حاله جويه غير مستقره تحديدا بتاثر على شمال مصر بدايه من السواحل الشماليه بتمتد لبعض محافظات الوجه البحري. ده نتيجة المنخفض الجوي اللي بدأ يمكن من نهايات الأسبوع الماضي بيأثر على شمال البلاد، بدأ مع تساقط الأمطار على مطروح، بعد كده امتدت للإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري، وآخرها امتداد الأمطار إلى مناطق من القاهرة بالأمس. صحيح. اليوم تحديدا مستمر معانا فرص الأمطار بتتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة أحيانا على محافظات ومدن الساحل الشمالي. من خلال متابعتنا الآن لصور الأقمار الصناعية من هنا من داخل مركز الإنذار المبكر بتشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من محافظة مطروح، تتساقط معها أمطار بتصل أحيانا إلى متوسطة وبتمتد خلال الساعات القادمة ومن حين لآخر لباقي محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري. يمكن بقايا السحب دي بتمتد في بعض الأحيان علشان تأثر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، لكن فرصة القاهرة من هذه الأمطار ضعيفة جدا تكاد تكون منعدمة، وبالتالي الأمطار اليوم فقط على السواحل الشمالية. أيضا لو تكلمنا عن درجات الحرارة فهي صعيد حول صعيد مصر عامل إزاي؟ صعيد مصر بعيد تماما عن فرص الأمطار لأن زي ما قلنا هي منحصرة اليوم فقط على السواحل الشمالية. درجات الحرارة سواء في الصعيد أو في القاهرة الكبرى هي حول معدلاتها الطبيعية اليوم كما هو متوقع، تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 25 ل 26 درجة مئوية، ترتفع قليلا كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الصعيد وبتنخفض قليلا كلما اتجهنا في اتجاه السواحل الشمالية. كمان الرياح في اغلبها معتدله وده عامل مهم جدا بيخلينا ما نحسش باجواء بارده اكتر من اللازم، وبالتالي لما بيكون في نشاط رياح بيخلي درجات الحراره المحسوسه اقل، لكن الفتره دي الرياح معتدله على اغلب مناطق الجمهوريه، وكمان حركه الملاحه البحريه بالتبعيه هتكون معتدله سواء على البحر الاحمر او على البحر المتوسط. صحيح، شكرا لك دكتور محمود. الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. ولكن على اي حال خلينا نتابع ونترجم ما قاله دكتور محمود عبر درجات الحراره المتوقعه اليوم في محافظات الجمهوريه. لو نظرنا لاقليم القاهره الكبرى هنجد ان محافظه القاهره العظمى فيها بتسجل 25 والصغرى بتسجل 17، نفس الحال تقريبا في العاصمه الاداريه حيث تسجل العظمى 26 والصغرى 16. السواحل الشمالية لمحافظات الجمهورية تتأثر بطبيعة الحال بالمنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا، تسجل العظمى في الأسكندرية 25 بينما تسجل الصغرى 20 مع فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة، كذلك الحال في العلمين 24 بينما تسجل الصغرى بعدد أقل 19. مطروح هي أقل درجة حرارة مسجلة حتى الآن وطبقا لما قاله دكتور محمود هي الأكثر عرضة لسقوط الأمطار، العظمى تسجل 23 بينما تسجل الصغرى أقل درجات 18 في السواحل الشمالية. إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من الساحل الشمالي لمحافظات الجمهورية، دمياط تسجل العظمى 25 بينما تسجل الصغرى 19، بورسعيد 25 19 أيضا بينما تسجل 26 16 في محافظة الإسماعيلية. مدن القناة ما زلنا متابعين فيها، السويس تسجل العظمى 26 وتسجل الصغرى 16، العريش 24 15، كاترين هي أقل درجات الحرارة المسجلة في محافظات الجمهورية، تسجل الصغرى فيها 7 درجات مئوية بينما تسجل العظمى 19. درجات الحرارة بطبيعة الحال ترتفع إذا ذهبنا إلى طابة حيث العظمى 24 والصغرى 18، درجة الحرارة في حلايب سجلت 27 22، كذلك الحال تقريبا في شلاتين 29 20. إذا نظرنا إلى محافظات جنوب سيناء
شرم الشيخ تسجل العظمى 29 والصغرى 21، غير متأثرة بالأجواء الباردة التي تصيب البلاد بشكل عام. كذلك الحال أيضا في الغردقة، تسجل العظمى 30، يعني هي ما زالت في المحافظات الدافئة، بينما تسجل الصغرى 18. محافظة الفيوم يعني تتأثر بشكل عام بالأجواء في إقليم القاهرة الكبرى، نفس الحال، تسجل العظمى 26 كما هو الحال في القاهرة، بينما تسجل الصغرى 14. بني سويف تسجل العظمى 26 والصغرى 13. الوادي الجديد 29-12. أسيوط تسجل العظمى 27 بينما تسجل الصغرى 14، متأثرة طبعا بالأجواء في ساعات الليل المتأخرة. سوهاج 28-15، قنا 29-16، كما هو الحال في محافظات شمال الصعيد. الأقصر تعتبر من أكبر درجات الحرارة المسجلة، تسجل العظمى 29 والصغرى 15، بينما تظل أسوان متربعة على عرش المحافظات الأكثر دفئا والأكثر في درجات الحرارة، تسجل العظمى فيها 30 بينما تسجل الصغرى 16. هذا بشكل عام هو يعني المقياس لدرجات الحرارة، أقاليم متعددة في محافظات الجمهورية يسجل فيها البعض يعني درجات حرارة مرتفعة بسبب وجوده في جنوب البلاد أو جنوب سيناء، بينما تسجل بعض المحافظات في شمال البلاد درجات هي الأقل بسبب تأثرها بالمنخفض الجوي القادم من أوروبا. أمطار متوسطة إلى خفيفة على شمال البلاد وبعض محافظات الدلتا، يعني تقل درجات الأمطار في المتوقعة يعني على إقليم القاهرة الكبرى. أعود مرة أخرى إلى محمد وجمانة لمتابعة فقرات صباح الخير. شكرا لك مصطفى.